النصيحة الثانية. النصيحة الثانية وهي مبنية على خبرة شخصية وحصلت معي خاصة هذا الأسبوع. الكثير من الدول التي نذهب عليها يكون هناك عائق اللغة، لا نستطيع أن نتحدث الكثير مع السكان المحليين. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض النصائح التي نحصل عليها منهم في الحالات الطارئة التي قد تواجهنا، يعني ليس من الضروري أن تكون نصائح صائبة، ليس لأنه لديهم نية بأن يضللونا لا سمح الله أو غير ذلك، ولكنهم لا يعرفون اللغة. يعني علينا هنا أن نبقي هاتفنا معنا. بعض الأشخاص الذين نعرفهم من جنسيات مختلفة يمكن في البلدان التي نعيش فيها نتواصل معهم عن البلد الذي سنسافر إليه. حالات الطوارئ، يعني أنا شخصيا كنت أسبح منذ أيام وتم يعني عصني شيء في البحر. هذا الأمر قد يسبب ارتباك لشخص لا يعرف ما حدود هذا الأمر. مباشرة وصلنا إلى صيدلية، الصيدلي نصحني بعدم أخذ أي مضاد أو إبرة أو إنجكشن، ولكنني كنت فعلا حريص على أن لا أخذ هذه المخاطر لأنني لا أعرف بنتيجة الأمر الكائنات الموجودة في هذا البحر أو حدوده أو طبيعة. طبعاً هنا يعني بعض الحالات هنا يجب أن يكون معنا شهادة. بعض الأشخاص والمسافرين لديهم قارورات صغيرة، طبعا في المطارات لا نستطيع ان ناخذ معنا نتذكر في الطائرات السوائل، ولكن اذا استطعنا في البلد المضيف ان نصطحب معنا قارورات صغيره وجدتهم يضعون فيها خل واخرى يضعون فيها زيتون. يعني في بعض المرات الاصابات السريعه التي تتعلق بالطبيعه، اذا كنتم تحبون الترحال والتجوال مثلي، نقطه خل او نقطه زيتون طبيعيه قد تكون كفيله بان تساعدكم في هذا الامر.